فرق لكن اللي جمعنا زادة سي المشاريع دونك نحب نتعرفوا على المشاريع زادة لي فورماتور قراو ديجا قراو اللي بعثتوه مع تالي دوسي لكن نحبوا نسمعوكم ومن طن الناس كل يتعرفوا على البروجي متاع الناس كل والفكرة أنه الناس كل تشارك فيت في لي سيسيون متاع الإكريتور تكون تشاركية ونزيتي با معناتها باش تعطيو رأيكم كومنتار أي حاجة خاطر تنجموا يعني تغذيو بعضكم. نحن قارينهم السيناريو دونك عندنا فكره عليهم توا الكونفرونتاسيون ما بين اللي قريناهم و لي بورتور دو بروجي والله سا سباس تري بيان خاطر راهو كيما هما يزابريوند نحن بيدنا علاش خاطر سي كوميم ديليكا عبد كتب حاجه باش يجي مع عباد اخرين يعطيو راي ويزمك تلقى لي مو كيلفو ما يزمكش تو بروسك خاطر سي ان مومون ديفيسيل دونك يفو فريمون يمكن اكثر منه هومان ك que cinéma. Je t'adresse sur ta tiraille, mais d'une façon assez délicate. Si on a avec, يعني تنوع كبير من ناحية المواضيع المطروحة بالأفلام واللي هي مواضيع حسب رأيي لها علاقة ب بتساؤلات أو تجارب اللي الشابات والشباب بيعيشوها بس الطرح السينمائي أو الكتابة السينمائية اللي موجودة هي غير كلاسيكية يعني فيها طابع تجريبي فيها كتير أسئلة اللي مرات بتحول المشاريع لأكتر معقدة منه هي بحد ذاتها يعني بتعقدها أكتر لأنه عندهم تساؤلات كتير يعني فهي الشغلة اللي بلاقيها كتير يعني مثيرة وكتير مهمة خاصة أنهم ببلشوا يعني لأول مرة يسووا أفلام فالجانب التجريبي هو جانب كتير مهم بصناعة الفيلم القصير أو الفيلم الأول طبعا إحنا كناس اللي موجودين لأننا شوي أكتر تجربة منهم وجربنا سوينا أفلام يعني الدور تبعنا هو بتوجيه ومساعدة الجيل الشاب هذا إنه يوصل للطرح السينمائي يعني الأنسب للمواضيع اللي هم بيطرحوها. Il y a un peu de tout. الحاجة الباهية هي plusieurs genres. C'est la fiction documentaire, l'animation, l'expérimental. Nous avons beaucoup de choses à faire et nous avons une variété de genre. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons des projets qui ont besoin d'être soutenus, d'où le rôle qu'on a. C'est des jeunes motivés, ils ont besoin d'un cadre et d'être accompagnés. Et notre rôle, c'est de les accompagner. On est des accoucheurs, en fait. De projet. هي صعيبة علاش صعيبة خاطر كنتي تبدأ في الفيلم تاعك والفكرة اللي هي justement si j'ai bien compris le monstre est en nous الكل مي كيفاش باش تفسرها دونك انت كي بديت تكتب قلت اي مالا خلي نعمل لها حاجة خايبة حاجة خايبة ما حبيتهاش خايبة ياسر اي مي justement du coup ça te place انت en tant qu'auteur juge de ce qui est mal ou bien et de dire que L'apparition ne peut se faire que بعد ما عملت حاجة خايبة اللي هي شنو بدون واحد حرق الصف اي خايبة مش خايبة اما ça te met dans une position de juge de dire ah علاش خايبة alors que تنجم تكون هي الطيارة الطفلة mais en même temps elle a un truc خايب من الداخل اما الصعوبة justement كي تعمل في السينما c'est كيفاش باش تختار le moment le déclic le truc للمتفرج باش يفهم الفكرة بتاعك ما غير ما تتعدى من حاجات يمكن شوية سهلين كما البوبيلا والشيبس وحاجة خايبة ياكل واحد شيبس من الباب نعمل كيكة